شو هاد اللي عم يصير؟ شفت هالشي من قبل بس ما كنت بعرف اني رح شوفه اليوم كمان. ايوش انا حكيت عن مليشكا بس ريشي طلع عم يحكي عن لكشمي. انت بتعرفي شو؟ انا شايف انه ريشي متوتر ومعصب كتير المسكين وبده ينفجر مثل البركان اذا صار اي شي. عقله مع لكشمي، يمكن اذا تصارحوا كل شي رح يكون منيح والامور رح تهدى وتنحل كمان، بس هنن معندين. فهمتي علي؟ شوي وبرجع. معه حق أيوش، مجرد ما تصارحوا وتفاهموا المشاكل كلها رح تخلص ويمكن يتصافوا وقتها، وحتى ممكن يصيروا رفقات بكل بساطة. لكشمي؟ 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 وينك لكشمي؟ شو صاير؟ شو يعني متخبية؟ يعني ما بدك تشوفيني عم اخطب غيرك ما هيك؟ بس انا مبسوط. طلعي، لازم تواجهيني بقى لاني واجهت كتير وتعبت بسببك. انتي واجهت شغلات كتير ما توقعت تصير بحياتي، بينتي على حقيقتك. اسمعي، اذا بدك تتخبي مو مشكلة تخبي، بس على قليلة ردي علي. متضايقة ما هيك؟ لهيك تخبيتي وما بدك تشوفيني. لكشمي، شو؟ لشو هاد؟ ما في شيء. لكن ليش فايت على غرفتي؟ شو بدك؟ لأنه المدام لك جوا متخبية. لا قصدي مشغولة شوي. ايه بعرف استاذ. تعرف؟ ايه قالت لي خلي الحلو هون قبل ما تروح، لأنه قال بدها اياهم. طيب لوين راحت؟ ليش ما بتعرف؟ شبك انت يعني؟ لو بعرف ما كنت سألتك، كنت مشغول. شبك صافر فيني؟ قلي وينها. انا ما شفتها لوين راحت لأني كنت مشغول بالمطبخ. روح روح. يعني وين راحت لكشمي؟ حتى ما بعرف إذا كانت بالبيت ولا راحت، ولوين بدها تكون راحت، وليش ما قالت لي؟ أنا رح دق لها. أختي؟ يلا أنا جاهزة، خلينا نمشي، ما بدنا نتأخر. شو هالمفاجأة؟ أكيد جبتي شنطتك وجيتي صح؟ لا مرت عمي، أنا ما رح ضل عندكم هون، ضل بس اليوم. كنت قلقانة شوي بالبيت لهيك اجيت. شايفتكم لابسين رايحين عشي محل. إيه رايحة، رايحة على خطبة صهري. أكيد ما رح روح لهنيك بتياب البيت. بس انتي ليش اجيتي لعنا هلا؟ معقول كان لازم تضلي هنيك وتستنينا مشان نحضر الحفله؟ اخواتك كانوا جايين لعندك. يلا عادي هلا منروح سوا، بس لازم ناخذ سياره كبيره. حاجه بكفي لهون. شو عم تحكي انتي؟ بتعرفي ضليت ربع ساعه لحتى قررت شو بدي البس، وشي 20 دقيقه لحتى عملت مكياجي، واخذت وقت كتير لحتى لقيت قلم الحمره. خلص ليش عم تطلعي فيني هيك؟ امشوا خلونا نروح. لا مو رايحه مرت عمي، بس إذا أنتي حابة روحي. شبكي ليش أخذها على خاطرك؟ يعني وإذا ريشي رح يخطب مليشكا؟ مرت عمي شبك، شو عم تحكي؟ شبكن؟ شو الغلط بكلامي؟ أنا برأيي منيح إنه ريشي رح يخطب مليشكا ويترك لكشمي، لأنه هلأ صار فينا نحقد عليه طول ما أنا عايشين. خطبته اليوم هو ومليشكا، ظلم للكشمي اللي حبته بصدق من كل قلبه، والكل رح يفكروا هيك. فكروا شوي بالموضوع، لو ريشي اختار غير مليشكا، شو كانوا قالوا الناس وحكوا عليه برأيكم؟ كانوا حكوا كتير. حتى اسألوا لكشمي، برأيك مو صح كلامي؟ بس من هلأ ورايح الكل رح يتأكد إنه ريشي كان على غلط. خلص مرت عمي، لا تحكي هيك عن ريشي قدامي إذا بتريدي، أنا ما بحب هذا الحكي. مو معقول. شو طيب أنتي عم تحكي هالحكي بعد كل شي عمله فيك ريشي؟ لك هذا كان عم بغشك، ولما بحكي عليه ما بتتقبلي كلامي بنوب مو؟ شبكي انتي لكشمي؟ شو اللي عم بيصير معك؟ هلا فهمت بشو عم تفكري. انتي زعلانة يا حال لانك بتعرفي انه كل شيء قلته مزبوط، بس مع هيك ما بدك انا نحكي فيه. بس مين بيعرف شو ممكن يصير لقدام؟ ماشي هو لساته زوجك، بس مين ضامن بكره؟ ومين بيعرف؟ يمكن بكره ما يكون. انا ما قلت انك عم تكذبي او كلامك غلط، أنا بس قلت لا تحكي قدامي عليه لأنه ما بحب هالحكي.
ليش؟ ليش ما حبيتي حكي؟ لأني بعرف ريشي مظبوط، بعرف مين هو وشو هو أكتر من أي حدا. أنتي عم تشوفيه من بعيد، بس أنا عشت معه وشفته على حقيقته. إيه، مرات بيكون غريب وما بفهم عليه أبداً، وأحياناً بيكون عصبي كتير، بس هو كان على طول جنبي، كل ما احتجته على طول بيكون موجود معي ومشاني، وما رح أنسى هالشي ولا رح أسمح لحدا يحكي عنه. حلو، أحسنتي، عن جد كلامك كتير مؤثر. يا عيني عليكي، شو هالأفكار الطيبة؟ هلأ تركينا من الحقيقة وجاوبيني على سؤالي. أنت قلتي كل هالشي لأنه لساته زوجك وما فيكي تحكي، ولا في غصة بقلبك ما بتخليكي تحكي أي كلمة عليه؟ رح تضلي تحبي لريشي، ومنشان هيك خايفة إنك تفقدي. أنت ما فيكي تتحملي حقيقة إنه ريشي رح يخطب، وهذا سبب جايتك لهون، صح؟ مرت عمي بكفي لو سمحتي، أنت بتعرفي قديش ريشي بيعني لي، ليش هيك عم تحاكيها؟ كله مشان تجرحيها، فهميني هي شو عملت لك؟ بان بسرعة روحي جيبي لها كاسة مي، وأنت مرت عمي صار فيكي تروحي هلا تحضري الخطبة، نحن ما رح نتضايق. شو هالحكي؟ بروح لوحدي؟ أنت ما فيكي مخ؟ أنا شو بدي أعمل لحالي؟ يعني بدي حدا يروح معي، ما بقدر أحضر لحالي. باني يلا امشي معي، أنا بدي جيب مي لأختي. استني، بدك ياني روح لحالي؟ ريشي عم يتصل. استني، تركيهم يحكوا. تذكري شو قلتي لريشي؟ لساته زوجي، لهيك خلي الزلمة ومرته يحكوا براحته. تركي إيدي، تركيها. اسمعي، أنا مالي رايحة أتنصت على المكالمة، رايحة على غرفتي. شو بتحبي أخذ إذنك لحتى أروح؟ شو هالتصرفات؟ تليفون عميرين، ليش لاكشمي ما رديت؟ ما عم ترد. ألو. أوه، كيفك؟ شكراً كتير لأنك رديتي على اتصالي. كلك ذوق، فهميني شو عم تفكري تعملي؟ شو الخطة تبعي؟ شو قصدك؟ ما فهمت. واضح قصدي، شو عم تفكري؟ شو رح تعملي؟ ولا شي. ولا شي؟ كتير منيح. ايه وينك لكان؟ مانك بالصالة، وحتى انتي مانك بالغرفة. أنا عم دور عليكي، ويني؟ أنا ما بيهمني أصلاً، بس بعرف عندك هدف ومهمة واحدة تزعجيني وتخليني قلقان، هذا هو هدفك، أنا واثق من هذا الشيء. ليش لأعمل هيك؟ سمعان حالك شو عم تحكي ريشي؟